في الكتب الأولى ليست من الأربعة التي تتلوها الكنس اليوم، يسمونه إنجيل برنابا ولا يعني تتقبله الكنائس. فيه وقرأته بعيني أنه أول خطبة للمسيح خطبها في بني إسرائيل أكبر الناس ما سمعوا وحق لهم، ورب هذا البيت أسأل الله أن يضرب على آذاننا وأن يربط على قلوبنا كما ربط على قلوب أصحاب الكهف، فلا نفيق إلا وقد نزل ابن مريم. ليه قلت هذا؟ حتى تفوتنا الفتن ونفوت الفتن، لأنه حتى تلقى ابن مريم جائزة، مجرد أن لقيت ابن مريم مؤمنا وأنت مؤمن هذه جائزة، لقيت ابن مريم يعني نجوت من الدجال بس، ما في، مجرد أنك لقيت ابن مريم اسمع ودخلت دائرة نفسه وينتهي نفسه حيث ينتهي طرفه فأنت مؤمن، لأنه لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وينتهي نفسه حيث ينتهي طرفه. شو الفرق بين الطرف والبصر يا أخواننا؟ بصر ما تبصر، الطرف آخر البصر، طرف واضح أخوان، يرتد إليك طرفك أبعده، فهذا طرف عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت أنت في حضرة هذا النبي الصالح لزاما أنت مؤمن، أقرب فأنت أقرب. إذا نزل ابن مريم فمر عليك كآحاد الناس فأنت من آحاد الناس. وإذا مر عليك فقصدك فسلم عليك فطوبى لك. وإن نزل ابن مريم ولم نكن في الناس فأقرئوه منا السلام. أما أنا عن نفسي يعلم الله. أيوة بورك فيك. فلما خطب وأنا أوقيكم أسأل الله أن يربط على قلوبنا، لأن قلت لك إذا لقيته يعني مررت على الدجال ويكفيها فتنة، ونسأل الله العافية والنجاة. أتمنى لكم جميعا أن يربط الله على قلوبكم حتى تسمعوا كيف يتكلم الأنبياء، وأن تسمعوا كيف يتكلم الكلمة والروح الذي جاء من قبل العرش. إن الناس غروكم بعلمائهم حتى زعم الناس أن الله يخشى علماءهم. ارقبوا فاسمعوا كيف يتكلم الروح. سيقرأ ابن مريم القرآن ويقرأ الرحمن علم القرآن، ويقرأ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، ويقرأ ما أذن له أن يقرأ. فارقبوه إنه نازل لا محالة، وإن لقياه للمؤمن شرف وكرامة ونجاة بإذن الله. فلما سمع بنو إسرائيل كلمته قالوا له أنت المسيح المنتظر، يعني الرسول الكبير الآرامية، أنت الرسول المنتظر؟ قال لا، ولست أهلا أن أحل سيور نعله. سيور النعل اللي أنتم بسموهم رباط النعل. قال ولست أهلا أن أحل سيور نعله، لأني إن فعلت ذلك صرت قدوسا عند الله. قالوا له ما اسمه المبارك؟ هذا في إنجيل برنابا. قال إن اسمه المبارك محمد،
عليه الصلاة والسلام بيننا وبين الناس ابن مريم، ليعلم الناس من كان محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ حتى المهدي يفصل في الناس فيه ابن مريم. دعك، وأنا قلت لك لا ينبغي لمؤمن أن يعلق دينه على رجل إلا أن يكون نبيا، فمن علق دينه منكم على رجل فليكن الرجل محمدا عليه الصلاة والسلام، أو أن ينزل ابن مريم ليعلم الناس أن هذا المؤمن ارتقب بابن مريم نصرة الأول والخاتم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب،